ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر إلي المصير. وإن جاهدك على أن
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم.